زي ما شفنا مع بعض منورانا في الستات بتلعبها صح الكابتن فايزة حيدر اول مدربة كرة قدم للنساء. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. فيديو حقيقي مشرف جدا جدا. لا شكرا، ده ذوقي. منورانا يا فايزة. منورانا يا فايزة اللي عاملة شوية ارقام. انا عايزة بس من الاول. انت اول حاجة كنت بتلعبي مع اخوكي. ده المفروض يعني. احكي لي بقى البداية. البداية لعبت في الشارع مع الولاد وده كانت ظاهرة الناس بتشوفها يعني حرام وجريمه وسعيد كمان وسعيد والناس بقى تقعد تقول ايه ده، اوعوا تلعبوا معاها، دي وحشه، دي نوتي والحاجات دي. بس بعد كده بقى الشارع طبعا كل الولاد كانوا بيتخانقوا مين هيلعب مع فايزه اللي لعب معاها النهارده، لا مش هيلعب معاها بكره او الماتش ده، الماتش الجاي هي معانا. لا فانا دايما ما كنتش صاحبه الكوره لان ما كانش معايا فلوس طبعا اشتري الكوره وقتها. والخناقات بقى فايزه هتلعب مع مين النهارده، والحمد لله كانت موهبه والناس كانت رفضاها، وخاصة أهلي يعني، كانت مامتي وعيلتي وخالاتي والشارع والمدرسة كل الناس كانت بتنتقد الفكرة. ماشي يا فايزة، بس أنت كنت بتلعبي طبعا في الشارع وأنت صغيرة وكنت بتكسبي وتاخدي فلوس، تعملي إيه بالفلوس دي؟ نصح الله. أيوه. ده كان كام سنة؟ ده كان عندك كام سنة وأنت بتعملي كده؟ يعني كان 7 سنين لأن وقتها دخلت المدرسة وكان عندي مصروف، ودي الطريقه اللي كانوا الولاد بيقبلوا يلعبوا بيها. أوكي. يعني اللي هيلعب عشان يلعب بيبقى مثلا كل واحد يلعب يحط شيلن يحط باريزه وقتها يعني. فكان صعب جدا ان انا اقدر اعمل كده، وما كنتش ببقى عايزه اكسب الفلوس، هي يعني الفكره مش الفلوس، انا عايزه العب. عايزه العب، ومامتي طبعا ما كانتش تبقى راضيه ان انا العب طبعا، فانا باخد مصروف المدرسه اخبيه وما باكلش ما بعملش اي حاجه عشان العب بقى الساعه والساعتين دول وتديهم انت الفلوس. لا باخد انا بكسب. أيوة. انا كده كده بس ما اقدرش بقى باخد بقى الفلوس، ما اقدرش ارجع بالفلوس لان الفلوس جايباها منين؟ انت واخده تشتري حاجه حلوه او مصروفك، فالفلوس كنت بخبيها في الارض كده واحط عليها طوبه. يعني يمكن انا كنت اتكلمت في تي داكس ده في حاجه في توك في جامعه في مكتبه اسكندريه. الفلوس كنت بحطها بس بنسى انا حطيتها فين، يعني هي الفكره هي مش مهمه عندك بالظبط. انا كان اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اقدر اعمل حاجه اللي انا بحبها. بس لازم برضه تفكري في الفلوس، خذي نصيحتي. ما هو دلوقتي بقى خلاص. كانت لسه طفله يعني بتجري ورا. طفله انا بجري ورا الحاجه اللي انا بحبها دلوقتي الحمد لله. قولي لي بقى التحول من الطفله الهاويه المحبه لكره القدم لمحترفه في كره القدم. والله ده مشوار كان صعب جدا عليا، والفكره ان انا اوله كنت بروح اودي اخويا عشان يتمرن، اشيل له شنطته وزمزميه المايه بتاعته عشان اديها له، لان المجتمع كله كان رافض فكره ان بنت تلعب كوره. فوانا قاعده بتفرج عليه المدرب شايف ان انا باخد الكوره في وقت البريك بتاعه واقعد اعمل كنترول وزي الفري ستايل اللي كان بيحصل من شويه من البنت واشوط على الجول، فقال لي لا انت موهوبه ولعبت معاهم شويه، لعبت مع الولاد شويه. بس اتحايلت عليهم قبلها يا كابتن نفسي العب، يقول لي مفيش بنات بتلعب كوره. بس المجرد انه شاف ان في موهبه لا قرر ان هو يدخلني فريق الولاد وكسبنا فرق ولاد وبعدها بقى دخلت مع فريق البنات كان نادي حلوان العام. انا من حلوان، نادي حلوان العام سنه 1997 كان اول دوري كره قدم نسائيه، كان في تجمعات للمنتخبات قبلها، واول مشاركه للمنتخب سنه 98 شاركت مع منتخب مصر وانا عندي 14 سنه، ومصر وصلت لامم افريقيا 98. بس ما سافرتش مع البعثه لان انا كنت سني صغير وكان في ناس افضل مني وقتها، والحمد لله وصلت لامم افريقيا مع المنتخب تاني 2016 ككابتن منتخب مصر. واشتراني نادي الطيران من نادي حلوان العام سنه 2003 انا وكابتن سهام فؤاد، دي صديقتي وعشره عمري واصدقاء كتير، والحمد لله كانت اول صفقه تتباع لكره القدم النسائيه سنه 2003، ولعبت مع نادي الطيران حصلت على اول بطوله ياخدها نادي الطيران 2005 بطوله الدوري العام. ومسيرتي كملت مع نادي الطيران 18 سنه، خدت بطوله الدوري 2019 وانا مدير فني للفريق ولاعب ان شاء الله. كل ده بقى ما بعدتش عن منتخب مصر الحمد لله. وصلت أم افريقيا مرتين، دوره العاب افريقيه 2015. كتير يعني من الحاجات، وبعدين انتقلت بقى من نادي الطيران لنادي مستقبل الوطن ودلوقتي في نادي فيوتشر. يعني بصي مثال قوي جدا. بصي الصور تحفه. دي حاجات مع منتخب احكي لنا منتخب مصر الاولمبياد الخاص، الصوره اللي رافعيننا فيها لفوق دي. كنا اخذنا اول كاس اقليمي اتعمل في مصر مع دوله الامارات وتونس، وده اللي خلى رئيس الجمهوريه يدينا وسام الجمهوريه من الدرجه الثالثه. ده درع الدوري العام اللي حصلت فيه وانا لاعب ومدرب 2019 على نادي وادي دجله، وده فريق الولاد اول فريق دربته 2009 وحصلت على المركز الثالث واخذت افضل مدرب على 64 مدير فني كان موجود. وكان دي كابتن ساره حسنين طبعا وكابتن حسين عبد اللطيف، انا محاضر مساعد محاضر معتمد من الدوري الهولندي، دي كان في لبنان، ودي السفاره البريطانيه، ده السفير البريطاني ووزير الشباب والرياضه.
وده مباراه وديه كانت مع الاردن في الاكاديميه البحريه في اسكندريه. وطبعا ديمو صلاح كان بيدعمنا قبل بطوله افريقيا 2016، وقد ايه مصر مهمه ونقدر نرفع علم بلادنا. يعني منتخب مصر قيمه كبيره لاي حد، دي رساله لكل البنات، لان انا شايفه ان الناس مقصرين في حق نفسهم في منتخب مصر. رسالتك كبيره قوي النهارده.